مستمعين مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نتواصل مع حضراتكم عن طريق الشوط 11 والخاص بفئة الجعدان المحليات الأصائل من مسافة 4 كيلومترات هي مسافة هذا الشوط. نتابع مجريات وتحديات هذا الشوط، البداية مع المركز الأول مع انطلاق حملول على مقدمة هذا الشوط من هجن الرئاس الظافر علي بن جميل الوهيبي، من يتقدم مع المركز الأول مع هذا الانطلاق المميز، بينما المركز الثاني القادم الطاغي مع ثاني التحديات من هجن الرئاس المستحيل راشد جابر محمد بالسم المنصوري، من يقدم الطاغي مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث الذيب يتقدم مع ثالث المراكز من هجن الرئاس المميز مبارك بن احمد بن ماجد الاخيلي في عملية التضمير والمتابعة، بينما المركز الرابع يصل شاهين لمعالي الشيخ صقر بن وليد القاسمي المضمر علي بن سعيد الخاطري في عملية التضمير والمتابعة مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس ينطلق هملول الظافر من يقدم هملول مع المركز الخامس هنا من هجن الرئاسة علي بن جميل الوهيبي في عملية التضمير والمتابعة، يتقدم الآن مع المركز الرابع المركز السادس في هذه اللحظات، هنالك ينطلق هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد مختار بن أحمد من يتقدم مع سادس المراكز، المركز السابع وصول هملول لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل الهيان الصادق فضل الأمين من يتابع انطلاق هملول مع المركز السابع، بينما المركز الثامن وصول طبرجل في هذه اللحظات لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي فايز بن غفان الجابري من يقدم طبرجل مع المركز السابع، بينما المركز الثامن يتقدم هملول لسمو الشيخ زايد بن محمد بن بطي آل حامد عبيد بن مبارك بالحول من يتقدم الآن مع المركز الثامن، وتاسعا يتقدم مزعل لسمو الشيخ زايد بن محمد بن بطي آل حامد عبيد بن مبارك بالحول مع المركز التاسع. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى تحديات المركز الأول والتنافس، هنالك الأربعة الأسماء المتقدمة بشعار هجن الرئاسة القيادة مع الرئاسة القيادة مع هذا الشعار الأحمر مع الشعار الجماهيري المسيطر على مجريات وتحديات هذا الشوط والأشواط السابقة في صباح هذا اليوم، جميعها غادرت إلى شعار هجن الرئاسة. أيضا هنا نتابع الشوط هذا والمقدمة هذا الشوط محافظة تامة من قبل شعار هجن الرئاسة مع المركز الأول والثاني والثالث والرابع مع أبطال ونجوم هجن الرئاسة المستحيل والظافر والمميز يتقدمون مع الأربعة المراكز المتقدمة، البداية مع الظافر المركز الأول مع الظافر علي بن جميل الوهيبي من يقدم لنا هذا الانطلاق الجميل، وهملول ينطلق بشعار هجن الرئاسة مع المركز الأول، المركز الثاني هنا أيضا شعار هجن الرئاسة المستحيل يقدم هنا مع المركز الثالث، ثانيا يتقدم المميز من خلال انطلاق الذيب من هجن الرئاسة المميز مبارك بن أحمد بن ماجد الأخيلي مع المركز الثاني، وثالثا الطاغي من هجن الرئاسة المستحيل راشد جابر محمد بالسم المنصوري مع المركز الثالث، المركز الرابع يتواجد هملول من هجن الرئاسة الظافر علي بن جميل الوهيبي في عملية التضمير والمتابعة، لكن نعود مع مقدمة الشوط، نعود مع الانطلاق المميز مع الظافر، الظافر من يسيطر على مجريات وتحديات هذا الشوط من خلال انطلاق هملول، السلالة الهملولية تنطلق مع المركز الأول، تنطلق بمسار وتحدي هذا الشوط في سيطرة تامة مع المركز الأول، هملول يسير بشعار هجن الرئاسة، الظافر علي بن جميل الوهيبي من يقدم هملول مع المركز الأول، الطاغي ثانيا من هجن الرئاسة راشد بالسم المنصوري، وثالثا هنالك الذيب من هجن الرئاسة المميز مبارك بن أحمد بن ماجد الأخيلي، ولكن هنا المقدمة والناموس مع الرئاسة، الناموس مع هملول، الناموس مع الظافر علي بن جميل الوهيبي، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، المركز الثاني وصل الطاغي من هجن الرئاسة راشد بن محمد بالسم المنصوري، المركز الثالث وصل الذيب من هجن الرئاسة مبارك بن أحمد بن ماجد الأخيلي، المركز الرابع وصل هملول من هجن الرئاسة علي بن جميل الوهيبي، وخامسا يصل الآن مع المركز الخامس
شاهين لسمو الشيخ صقر بن وليد القاسمي علي بن سعيد الخاطري. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالكي حمدول هجن الرياسة وللظافر علي بن جميل الوهيبي على هذا الفوز والانتصار. لحظات الإعادة لنتابع التوقيت الزمني قطع مسافة 4 كيلومترات. هنا حمدول يسجل التوقيت الأفضل. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة ولمضمر هجن الرئاسة الظافر علي بن جميل الوهيبي على فوز حمدول وتسجيله أفضل توقيت زمني. تهانينا لك يا أبو سعيد على هذا التوقيت المميز. قطع مسافة 4 كيلومترات كما تشاهدون. الإعادة هنا والتوقيت المميز هنا يتسجل 6 دقائق و2:06 من الثانية. توقيت مميز في هذا الصباح يتسجل باسم الرئاسة وباسم الظافر علي بن جميل الوهيبي. ليبقى التوقيت الأفضل حتى هذه اللحظات. بينما المركز الثاني أيضا شعار هجن الرئاسة من يصل مع المركز الثاني الطاغي من وصل مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري 6 دقائق 4:09 من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثالث وصل مع ثالث المراكز الذيب من هجن الرئاسة مبارك بن أحمد بن ماجد الخيلي 6 دقائق و6:07 من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة وللظافر على هذا التوقيت.